مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته 16 الدورة 2010 استقبل هذا العام 31 فرقة فنية يمثلوا 24 دولة مختلفة من دول أنحاء العالم. هذه الدول تسابقت وتبارت في المشاركة في هذه الدورة وكل الدورات السابقة الناجحة من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. هذا المهرجان الذي ذاع صيته في كل أنحاء العالم. ونبدأ الآن مع فرقة من دولة جورجيا، فرقة ناس بيجي. تعتبر الفرقة واحدة من أفضل الفرق الفولكلورية الجورجية، ومن أشهر رقصاتها كاريبولي وفاريكوبا. حصلت الفرقة على العديد من الجوائز والمشاركات في بلغاريا وألمانيا واليونان وتركيا وصربيا. فرقة ناس بيجي جورجيا.